شكرا للزميل هشام محمد والكباتن الكابتن المونديالي رحيم حميد اللي اشترك طبعا مع المنتخب الوطني العراقي في 86 امام المكسيك في المشاركه الوحيده. وشكرا للكابتن حسام فوزي. احبتي متابعي العراقيه الرياضيه في حكم ساحه طبعا جيرمو غوادرا فيرنانديز وايضا كيسوس كايرادو يتواجد عن طريق كايرادو خطيره للمنتخب المكسيكي. هدف اول متوقع جدا أليكسيس فيجا لاعب غوادرا خارا 24 سنه. هدف اول عند هدف على كولومبيا اخر مره 8 مباريات دوليه. اذا أليكسيس فيجا يفتتح التسجيل للمنتخب المكسيكي. عادي جدا يا شباب، عادي جدا، انت امام منتخب عالمي. المهمه بالموضوع منتخب عراقي جديد ان نقدم مباراه امام المكسيك، ان تجربه مفيده. مركزين على هذا اللاعب جاياردو الخطير، تحدث عن ذلك ركنيه للمكسيك وخطيره. والان هذا اللاعب هنري مارتن 130 في الأوروغواي لعبت فرنسا واحنا نلعب بيه وخطيره للمكسيك. اوه حلوه يا جلال، يبعد الكره. سامعين الاهازيج العراقي، خطيره كانت الفاردو هرنانديز، لكن هذا هكتور مورينيو خذوات محاوله طالع. لا هكتور موجود، اندرياس غواردادو ركنيه الان للمكسيك داخل منطقه الجزاء الى ركنيه، لكن قطع ممتاز من علي فايز تلعب جلال يبعد الكره الى الركنيه. 20 دقيقه تقدم المكسيك بهدف. جلال حسن 31 سنه 24 مباراه دوليه. شوف كياردو داخل منطقه الجزاء، مكسيكي ضغط عادي جدا عادي جدا. هذا فيجا، أليكسيس فيجا اعتقد كان صاروخ فيجا. ممكن مع حسين جبار، تمريره لحسين تصل الى تلافيرا، حلوه. خلينا نحاول يا شباب. الباردو ابعاد ممتاز مع هكتور هيريرا، تعود المريره الى هرنانديز خطيره للمكسيك والابعاد الممتاز. شاهد من شاهد مباراه السعوديه مع ايسلاند، عمليه التمرير والمحاولة والقطع الممتاز من كرار. ابعد الأمية واستراليا وقطر والمملكة العربية السعودية عالية الكرة، حلوة عملية التمرير والتسديدة لكن إلى خارج الملعب. في تنظيم خليجي 25 في البصرة جملون، هذا خطير ما يترك. كايرادو خيسوس صاحب 28 سنة لاعب مونتيري المكسيكي، لا هجوم لمنتخبنا ممكن في هذه الكرة. لاكو هناك اسورستم عالية الكرة، لا نخسر بهدف لغاية الآن. هجوم وصافرة الحكم الإسباني طبعا نهاية شوط المباراة الأول. حكم شكرا للزميل هشام. مرات عديدة هجوم للمنتخب الوسط، لا خمس لاعبين للانطلاق هذه المره من اوريلون توتا. هدف هذه المره عن طريق لاعب فونيس موري ثاني للمنتخب المكسيكي، اللاعب روخوليو فونيس موري 31 سنه عند 5 اهداف في 15 مباراة دولية. اللاعب البديل ثاني الاهداف اعتقد السيد راضي الشيش ما غير. خطيرة خطيرة، بداية قوية خطيرة الكرة. اوريل مرت بسلام، الكرة الخطيرة من اللاعب ممكن محمد قاسم للمنتخب الوطني بعد من دفاعات البك. 24 محمد قاسم عالية وخطيرة. أمير العماري وآلاي
حلوه التمريرات الى كيفين الفاريز، ممتاز من مناف يونس، عالية الكرة، محاولة للمنتخب عالية وخطيرة داخل منطقة الجزاء، أيمن حسين يترك محاولة التمرير وأبعد، خاطئ، خطأ من علي فايز، ثالث للمكسيك. كياردو خيسوس الظهير الأيسر الخطير لاعب نادي مونتيري بثالث الأهداف للمكسيك بخطأ من علي فايز. جلال صعبة جدا، جماهير المكسيكية والفرح. عالية الكرة وخطيرة للمنتخب المكسيكي. إبراهيم مرور ممتاز من إبراهيم الإنجليزي، حرة مباشرة في مكان خطير لاعب الزوراء 23 سنة، 9 مباريات دولية، عنده هدف على المنتخب العماني من ركلة جزاء. سيت بقوة إلى جلال حسن، حصل الكرة جلال، 9 دقائق على النهاية، انطلاقة سريعة من مكسيكي داخل منطقة الجزاء. فول المباريات الكبيرة نخسر نعم، لكن استفادة تكون. بونيس موري محاولة للمكسيك لكن تقطع و ركلة جزاء. أمير العماري استغراب في الوقت بدل الضائع، لاحظ اللقطة، يتقدم ورابع الأهداف، رابع الأهداف عن طريق أوريل أنتونا للمنتخب المكسيكي. أوريل أنتونا